بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكي بقولي أفراد كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحين كسو الشري أذابتي أنشقي صلانت. باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. حباب هاي إن هي حرامت هاي قال كإن لغب الله وأن كب الله ونسلام وكيفية الرد عليهم يسيد الله قال لها أيها هديك كب الله با أنه إن نقال هذا السلام كب الله ونه وأسلام عليكم أين من راهنو إن هي سنبناني إيوها ضي أيوه إنقول بالله بان سلام تسيد الله قاضي لها واستحباب السلام على أهل مجلس إن لتش علي سول صنع إيوه فرد إن لسلامه فيهم مسلمون وكفار أي كتيران قال يا مسلم با كوح ميل فرد دو ككوبان قال يا مسلمين إن لو ذا سلامي كرو أدو سلام تأولاق سديا ددك مسلمين تأه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود يهودها كب الله بنا يولى النصارى قليها نصارى ذي كريستان كأه بالسلام سلامها كب الله بنا من متان وإن لقب الله به تعظيم كأي توقير كمن متان. فإذا لقيتم أحدهم إذ كنت هذا كلانتان في طريق وضي شدات كلانتان فضروه لبات قليا إلى أضيقه ميشا أعجسا وضد ميشا أعجريون سرن كاكور ريح رواه مسلم مسلم بحديث كورية حديث كان لبا معنى لبا جملة حنبارسية جملة كوبات وإن رسولكم نقرر بيهود إيا النصارى إن سلانا إن كب اللونه يهودي النصارى هذه لغوها القبصدين ويحي اللو يقانا في الأصول وفي علم البلاغة اللي إلى هذا والتنبيه بالأدنى التنبيه بالأعلى على الأدنى بالليل هذا معايا إلى هدي يهودي النصارى الذي ذا صلاة لغب الله كوي كسي فقائم مجوس إيا مشركين تعبة الأوثان وكسي فقيهم روايات في قاركود حديث كولي هينا مشركين تحت ويشيغ روايات كو محان يهودي النصارى صلاة لغب الله بينين علاضوا وإسكا عضاي حكمضوا كو سلامت الله السلام إيه الله يسكب الله أبو حيك أنت إلا استعلاده محبية مودة يا أبو رتاية كالجعله محبة قال الله استعلادنا وحيك وده حل سيسا أنت بدن إن أتكج على دقته أو موالاة سميسو أو المسلمين توجه هيلسو أو ضن كذا أوشن شرسته تانا خطر بين قنيس سلامته وحيابها كيان كالجعل يا شعيل شعيل كنا وحود ليا إن الله يسوه هيليو isku jeela noqdo lays aanaysto taasa laga qararaya gaalku marka ma mudno in salaad lagu bilaabo oo ixtiraam iyo qadarin lagu soo boodo oo kalgacal loo muujiyo taasi waa masalo nasu ku cadiyo oo haaraan ah maxaa ku haaray qaybta gabal waxa way hadaad gaal jid iskaga hortimaadaan oga leexan maysid weey ruuxa waayeelka ama culumada ama muslimka qadarinayso ayaa wadada looga bayda وماشا واسعة يماشا توسن يماشا قضح إيو قشن من اللهين اللوغة اللي أساق اللسياء أدوغونا لا إسبوسا سيدا متل مركة المسلمين تو لبك يددك اسكهر يمادان إلا يدومر قدنك مرأ وكفق هذا وضد برطمه هذا لنعي هذا مرأ رقا دحظة وقال لي إحدى قال هذا مركة ديكاهر يمادان دول من ميزد وإن تلقب الطميل كل ريح ميزد إيوام معانو حديثك عندها العلم بالإجماع علومكو إجماعين لغوضو وضعوا قال لي حن ميسد مركز كور تمادان احترامي قدرين درتين أدوه ماشي في عنيدة هيسي طب تاد هيسي وقب بيلي ميسد مركز كور تمادان أصوه ما هلك همرو أما جيس كاكا لهمرو ونمن دقية صوص سعودو سراكيل وعلاب إهكال لي حلا وانا قالوا ممنوع إذا أدوه هذا جيس كوب الله رسوت كل لي حنوه إذا أصوه حقوق اسمي هاي إنو جيس كاي ضرف تامرو أما جيزك كلا أمره أمير سور عليون ويسكون ريحه كقص برانية سداس وإما معنى هذا أضو سعد هذا سكور تمادان أصا كل حما مركز سكور تمادان كل حو
soo intuu u carar godka uga dhaco lama ogol mamnuuc taa waa iidaa iyo dulmi farqun bayna aliidaa'i wa tarki alixtiraami wa taqdiir ha xurmayn ha qadarinin wadan ha oga leexanin aada adigu hayso laakiin inaad dulanto lama ogoloo dhibto adiyo uusan mudnayn waa laba kale masalo hadda nin waayeela nin culumaa haweenay duq ah oday waayeela ruuxad qadarinaysa wadda kaaga hor yimaad wadanu ayarta maxaad samayn waad oga leexan dhinac baad subuusi qaybti ficneed baad u daynaysa ruuxa qadarinaysa gaalada sida ha yeelina wey wadanyaan looga leexanin ayagu meelaha geeska ah ha mareen laakiin ha lagu leexdo maaha miyaynu isfahanay culumaa allah macnahaasi culimmadu ku ijmaaceen xadiidka laga wadaa leanno dulmiga adiyadu iyo taqdiirkii iyo ixtiraamku way kala duwan yihiin maxaa kuu haray marka waxaa kuu haray qaabkii salaanta looga qaadi lahaa وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب أهل الكتاب قضيت سلامان فقولوا وحاتنا وكقد سلامته وعليكم لها متفق عليه أهل الكتاب قضيت سلام يهودي النصارى قضيت سلامان يقول سلامته إذا كب اللابان إذا كب اللابان ميسانه لما نقول كب اللوضانه وعليكم كقاد masalada marka gaalada ka qaayitaankooda salaanta hadday inagu bilaabaan waa masalo aad iyo aad u dhib badan laba ra'yi baa ka jira laba ra'yi baa ka jira xagga riwaayadka xadiidku wa calaykum awwudu wadatana waad aragtaan calaykumna way soo aroortay xadiidku marka sabab iyo wuxuu leeyahay siyaaq siyaaqisu waxa uu nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam yuhuudi iyo nasaaradu hadday idin salaamahayaan oo salaan idinku bilaabaan waxay yidhaahdaan assalaamu calaykum dhammaado oo leeda wad iyo geeri ha idan qabsato furuq haydan dhammeeyo yidhaahda wayda habaarayaan mar hadday sidaa yidhaahdaan wa calaykum idinku ku dhaha geerida iyo wadkaasi wayna wada sugaysaa way nin walba ajal buu ku baxaaya likulli ajalin kitaab hadday marka sidaa tahay wawda in la gooya quruxsan wadaadaa yidhi wa calaykum in la yidhaahdana axaadiis badan baa ku timid wowda in la gooyo calaykum la yidhaahdo calayka iyo calaykum la yidhahdana way soo aroortay xagga min xaytu alcarabiya wowda in la gooyaa quruxsan xagga riwaayada iyo axaadiistana wowdaa badan saa u kala garta marka intaad ruux tiraahdo aad tidhahda hebel salaada waa ku fiican yaan ku odhi hebel waxaa tiri yusalli salawaat alkhams wa yuzakii baan ku odhi macnaheedu waa maxay salaada waxaa loogu dartaa zakana waa ku fiican yahay wowda cadafku waxay keenaysaa shaygu horan inaad qirto waxna ku darto aliqraar walithbaat liljumlati alula maca ziyaada walidaafa wey wowdu saasay keentaa asalkeedu laakiin markaad calaykum tidhaahdo macnuhu waa maxay wixii hore ma sugaysid adugu wixii hore ma sugaysid adigu ha kugu keega ha kugu habsado wey keliga ha kugu habsado adu dhammaa ebar noqo leeo iranku ha kuu baxo marka calaykum baa fiican xagga carabiyada min xaytu riwaayana waxaa badan wa calaykum wowdaa marka wuu isti'naafiya ayaan ka dhigaynaa lal caatifa tashrikiya saa doonta dhihee labada way bannaan yihiin nabi maxamed marka la weydinaba allow wa calaykum maxaad u tidhaahdaa wuxuu yidhi aniga waa layga aqbali habaarkan habaarayo kay igu wadaana laga aqbali maayo xataa haddaad wa calaykum tidhaahdo ayuu ku rogmanaya annagana waxba na yeeli maayo ila waa daalimiine dacwatu daalimna lama aqbalo aniguna madluum baan hay waa lay aqbalaya tayda marka ama wa calaykum dheh ama calaykum dheh wax culays kuga haysa ma jiro waa taasi waa la fahmo waa markaad hubsato ama aad malaynayso inaysan salaan caada a ku salaaminay ku habaarayaan taayadu saasaa loo qaadaya laakiin haddaad gaalka yuhuudiga ahaa ama nasraaniga ahaa aad hubsato inuu salaantii muslimiinta qumanayd ku salaamay maxaad samay kuma sawaaxiga hadda waad aragteen weliba kristanka ku nool koosti oo kale ree koosti bay iska noqdeen salaam bay kaala daalahayaan si toosay kuu salaamayaan kuwan idinka dhex shaqaystay idin shaqeyna waa sidaa suuqa yaacahaya koofiyadu idin soo qaadanhayaanba maalinkii ciiddoo kale waa aragta waxay samaynhayaan maxaa laga yeeli hadda taas
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقالك كويدي ما عاد قصمي سلام صحك السلام قل وحيدين حديث كان سو ماركتي أهل كتاب بالوها القبصدي قالوا دون وأكو حكم من باب الأولى وي قالوا دون وحاوية الله هذو سيس حنكو سلامي هذو كوكو العيود ديال القافية وعليكم بفير اللوك اللي عليكم بس تقانا ودافي ميس قل وين حديث كان السبب كي مد يا سياق إنك سوي أصل تهي إن لفظ عمك سلا راعه أون خصوص السبب وسياق أن الراعين هذا حديث مرك الله أورو وحي كعدة إنه نبي يري أهل كتاب كهذا يدين سلام يان هبار بسلام تكوتان عرف جيسية عادي حل جاترت يضل من النبي كسمين هي الصحابة بسيطة هاي هذا هو شو يسبده شو أو السلام توصلنا سلامان ما عليكم بان تجنانا إن مش وحبا يسبده ليا سيد الراجح وحبا يسبده ليا ظاهر القرآن كان لقول أجهيا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وي جماعة كوح صحابة كمدة نصاصة كنت أبو موسى الأشعري باكمدة ابن عباس باكمدة جماعة من السلف بس إذا كنت وأنا الرأي أي الرجحان شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم بأي الرجحان لأنه هو من باب العدل والإحسان روح هذو سلام وناكسنكو سلام وأهل كتابنا يا هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل هذا حلال وعليكم السلام وعليكم السلام وطوصى قيسى رحمة الله وبركاته كل جنس أحاديث آيات القرآن الديدة يقوى أيهو لكن وعليكم السلام بعد الله كب الله من السلام هذا السلام توصى السلامان ستوصى الله قادي انت رحمة الله وبركاته كان الله رينا انت نفهمتم بيلتا يا لا سعر ولا أدم داية ذا وعن عاود قال لي جاب عجاز ومعه زو سو شذا ما روح ابن آدم كا وناك هم وشيء محاس صحين الله قابش المعاملة بالمثل عدل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين هذا هو العدل جماعة من الصحابة نووي كتاقين شيخين نووي الرجحين لو ميدون بعض دور ليه ده هاي جماعة صاحبة نووي والله كفتما هاي الرجل ساقنا قوش على الدور كلا تيك دون تاني مركة لو ميدون دور ليه ده هاي إن أتصد وذاتها يلي وعليكم بأن أتقنانيا أدو تقناتي هم إن أدو عليكم السلام كده أدو سلام توصو صحانك السلام مركو كهبارا ياسو وقوني واكسو هذا الله وحينو كه الله إنه ومركو سي توصو كو سلامه عدلك إيا إحسانك إيا معاملة إيا برك ساسا أدو ظاهر الكتاب نصاصا وافقسا صحابة كل قنتي خلاف من الصحابة وعدنا مهين وإذا كانت متأخرين تواركوضو هينو الضمبي ساسا نتعيشهين ووحلي هذا إحسان يعدل با كتري بر يطلما كترتئي وأرهم بلشو وناكسن واد ربطان وايد أوغا هنقول كإن لسوق بتمر ربطان المهم مسألو دولة بدا قابي كالتهاي رأي قاسبان قروح سنباد موتا وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وحن صوم مري ترجمة بابك قالوا ذو إن السلام لقول بالله بكرة ممنوع تاي هذيك السلام أن سيد الله قاضي إن لو تجنا ذو عليكم يا عليكم لو تجنا ذو أيضا لك قاضين هذيك هباران إيو هذي السلام سحنك السلام أنبا يا إن لا يده هذو سلام تخلدنا وعليكم يا عليكم بلو تجنا نيا مد سحنا وعليكم السلام بلو رنيا تنا ويدين عداتي محي مد قوم مسلمين قالوا وضفري هذا صومرتو سلامت سنة هيد مكتجي إذا قال هذا درتيد مسكر كات كقبان قال هذا هب النجستين الثلانتي هذا أولي شيء إذا مسلمين تجوب تفرديه حديث كيدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ونبي حصومر على مجلس فدب صومر فيه أخلاط أي مجلس كأي كجيران برح وهذا كوب برحنا به أخلاط وجمع خلط كحمل وأحمال جمع خلط كحمل وأحمال دادسكو برجعون ومركم مسلمين يقالوا عليه
ايو نبي قصوم مري من المسلمين والمشركين مشركين قال اسكو دحجيره عبدت الاوثان مشركين ولي بوحاوه يكوي سنم كعابد ما اهل كتاب كما باهين با. واليهود يهود نايف فديدو فسلم عليهم النبي متفقون نبي قال سلام كل قوت مركو النبي عليه الصلاه والسلام سعد بن عباده يا ايو نبي قبوقضي انت الاسلام قاد افافين اي مدين قال يا مسلمين ودا جوجين مشركين ودا جوجين اي مؤمنين با انتو سي سعودي يوحو فدي مر نبي غوب انصار مسلمين اه ايو ري اوسي رزق قال اي فدي يهودنا اي فدي لا شكيسني مركاس النبي والسلام كعممي هذا نيسني زه مسلمين تل ومركاد لي هاي عموم كبا شقينيا اه قال يهودي النصاري المشركين سلام يا لغو بالله هذا الحديث كور عام بوها ومرك قالوا صولميين ويكل قد ميديين لكن هذا يترحيين ولغو دح جيرو سلام تو لغو الطور يا يدون لك لقال ان وراي جيره اذا تاسنو شغو كو شيغي اذا ان سلام لغو بالله بكرين يا هذيك سلام سيد اللغه قادي لها يا هذا صومر تفرد يجوري يا مال قال يا مسلمين كل يهين قاب كل الله سلام على أبو حديد كم باب كي صاص وشاف كل دمي باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساء أو جليسة وحبابي هاي سلامت إن لصنة أيضنا إذا قام من المجلس قبت أن وذا فدي هذا كتجيس وتكبر هذا قاضنا يسوع السلام عليكم بنا ليه ده ووفارق وكرق جلساء وذاك بنا إلا فدي أو جليسة أما نينك اللي فردي ذات قد كتك يسو وضر بين نغان كران مرنا واحد بن نغان كران روحة ذات قد كتك تي لابا قوربا سلام بات كتك يسا سلام نواد أقو إيمان سلام نواد كتك يسا إذن ساسا سنة تشيك تهدي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم متكين هدو سوق جارو وكسر رمضان إلى المجلس قبل فردي فليسلم ذات كمسلمين تفرديها سلام فإذا أراد مركو الضماعي الضون أن يقومين وكك عميشا أنا فليسلم ذاتك ها السلام وراك كقتكو هدان إذين يمدون حاضرين نبط باردون كوكا هدان إذين كتكينا خير بدن كتكي وي وقبل نمو وناكس فليسلم مد ها السلام فليست الأولى سلامتي هرد كت ميدت كسوك شيء ماها بأحق مد كم بدن إسلامي أما كأجر بدن من الآخرة تدنب سلامتي هرد إيتنات كتكيسو ما كلا حق بدنوي حق مع سلامين وان كقولين هاي حق سلامين وان كقولين مرنا وان سلام وان بريد ريس مرنا وادنا مع سلامين لا بد ابو اقربنا لا بد نوا سنوي اما ردنت واجب باجماع المسلمين سلامتا ان للرديو وتوح لو جوابه مسلم كا واجب فرض عين بك او تا دد كلي غاتاي هدان جماعنا هاي انغو فربدن ونن سلامنا وفرض كفايه هذه بركان سلام تقاضان وانا قاعد على وجوبك مرنا فرض كفايه نقطه ومركن بدن هاي جوابي دوي ردين سلام تلقاضو هذا كلي تاني فرض عين بك ونغنيس روى ابو داود والترمذي وقال حديث حسن باب الاستئذان وادابه وحبابي هاي اذا قاض الشديد قريها مركا لما ان اذا قاتو اذا لو يديستو يا ادابتي يا اخلاق ذا الرب مركا اذا قاض نيسو قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت قريها قلنا غير بيوتكم قريهن ادقن اذا انك اين ضي دون بكربا كالله قد يجي حتى تستانسوا الى اذا ويديستان ذاتك الدقن يا ميشا جوغا وتسلموا اثر انتان على اهل ذاتك الدقن وقال تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم عرطا ضشين احررتا هدي قاران قان قار اما كل وادان فليستأذنها إذا قاتنوا والدك إذا هو يديستين في كل الأحوال وي فليستأذنوا في كل الأحوال كما استأذن الذين من قبل عرتكوه الرسيقان قال سيدي سمين شرين أي ناس ما يوم المهد ويري الضعيمة يلا بتشير سدح جرع فرشير والدك أبيه يهيد وأوسو قال يحل قطونا صدح اللود دي ثلاث عورات لكم لا يدي مويت صلاة فجر كهر بعد صلاة العشاء يوم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة صدح ذا حلون بائدا كالغرها مكا يريري هنا دائمي هدي قان جاران اما المراهقين هنا افرد من جري النقافيال ايين حل كالصو يقول السوق ليان اذا بالغرها في كل الاحوال وتايد ودك الله يسو اذا بالغ الدونيه وعلى ابن موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان اذا كو حاوي انت اذا كو علم ليسو مسوق السلام عليكم ادخل
ثلاث صدح ويوحي كبدا فوضوي فإن أذن لك هذه اللغو إدمه فالأمر واضح فلا نغنوق فيه هذه صوغ اللغو إذا هوش عداتي وإلا هذه اللغو آمسو فارجع الله بوي سكنقو متفق عليه مسألة خلافه حق حديث فقه جيسا وقل يا وحيليين وحان كالقاضينا إن لغم مقلي إن لغم مقلي هذا في ليس السلام عليكم مصوغلا إن لغم مقلي وهذا نواد كعلي وحير كدب هذا نواد كعلي وحير كدب صدح الجور صدح جروحي كدم بي ودقاقي لأنه حلي روحنا مشغول سي هاي أما حلي قابوس نسكوها باي سنة نسكو آداني وحكى لدات سي هاي أما ديار بوين ساعدا إنو كل كلمة هذا الزائر بعد هذا هدي الباب كله فروة أما لقى قاده وإسك الله لكن وحيد هذان لقوا مقلين وفلا يسئن لفوق يهاي أما آن لقوا مقلين ولا دحلين إلى عشان يلحقوا كل عشان كرتاه الاستدان والثلاث وحيدا وأمرك لو أدريم يسوا شان قد أدمق لا يسن لك دارين هاي تبق هي شان قد كوم إن كسل سكوت لكن هاي ألفان سنة مركز صدح جرم بالوضع يساوي ده هدي لكن مش لقى مقيا هاي ودريمي زين ان لو مقل انت اصلي هذا والو مقل بعد ودا حساب يجادين تفصيل كاسي دليل مالها واجتهاد علماء خير دون حديثك كو قابس لان نبي قال اطلاقي وسيد يصوبن عليه الصلاه والسلام وعممي مدبرين مسيتين شارع وحو سيداين ان لا دبر بدون دليل ما بنانو وقاعده المطلقات في النصوص وعن سالم بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه تلفون كان الله مذا قياسا عليه تلفون كان روح هذا صدح كور كعيس وحكى بدن إذا بدر روي حس قال يدي يا كور ما هو شاب محمد يا قررف بتري لو لبا أقوله قولي أكو صوع عايا تلفون كي بتري كريدة هيا سيكو بو بضا بتجي بالدبين هيام صدن لباتن أفرتن هو شو اسمه معيتا ومظاهرات با مسوا بوقشو يا سلامت يا إن قال لقى سعيد بد مدمية أو شو اسكيله أدب الهاتف وإن مر لقى هذلو بال كان ولا قد بيني هاي سين كهولي زي حكام تيزة إن مر محاضر لقى قبتوي مش الحلوس بانك وراه أنا أقول تاجر سنتين وأنا أم لاينها متى من زمان؟ تلفون كان روح صدح شير وع زائر بلا ميعاد وي ونك صوب وقضاء وقصوص سلام أيضا لب الله من وي صدح شير روح هذا كل عريسه فرح كقال تضبط شير لباتن بوضايا هي إيه صدن مسج يا إيه هذه قدن مزاج وكاه الله ومعه حالات ذا اسبد شبه روح أول بدن باكر أو الظروف بدن باكر تسيد أضبه كل قال لقوم شق لها ملايين أنت أصو خولا روح روح بدن تيزا هاي زا باش إذا بهلك أهل لو يلو مر بين زقري دون أوش أوش أكو سابس دي الله يلا هذا عن سالم بن سعد سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه حديثك قصة لها قصة الورود أيوه لها إنما جعل الاستئذان من أجل البصر نمبا النبي عليه الصلاة والسلام صو السلام يصوب قرقي السوق قاري مركز قرقي يوفيري دلال كي أو حفيرن هيا ضد كي كل حشير ما اللي تشوي غامي سوالا غام مقايا إيش نوا صو ساري النبي وحيد هدان وقال لها ينادي فيرن بقبق يدلال كا يدروف كا ضد كفيرن يسو بالو نبي كفيرن هاي في الجنبوري إيشان كأجن لها إن إيش كأزور ردو يا بلادي نقول الله هلا إذا قاتم حلو يجري وحلو يجري إن لك رأس الرادو ونن كذا نكر كإمات كهير كصوب وقضي هذا هير كداخل كيسي عرويس إيش هذا اللي هلي ولا قاد يار جروب ولا قاد حيد ولا قاد لبسته صابان كي أقرب كلا قاد أورصدو أتمادو هذا إيش بالك دكتو محل فائدة إذا قاد محو تري إنما جعل الاستئذان إذا قاد شذا وحلو كذي من أجل البصر أرق درتي إن الله يسأركنا عند هذا عوراتكم مسلمات كي مسلمين تقول دحين
صحابك عبد حديثك سعد بن وقاص بنبي مال صو سلامي السلام على النبي اللهم صو قال مركز الباب قماتك سكو ادي نبي اصو بحي حول هكذا عنك او هكذا الباب مركز تمادو هاس برتم هاس قماتيني دينع استاغ اما ميدو استاغ اما بدح استاغ ضرفتك انت استاغتو سلام تلقى كسو هالقاد اي مصو قال انت برتم استاغتو ايش اللي شانتو السلام عليكم مصو قال وي كترتا غرغي أظن سوق قارن بين ده وده حفر ديا. صار النبي والصحابة ضو وتربينا يو بري قاب كلو لو إذا قاتوا. فإنما الاستئذان من النظر رواية حد قدم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر. وحلو كذي إذا قاد شذا إن الله فيرنا عورات كأن له كل عين. وعن ربعي بن حراش رحمه الله تعالى من التابعين الكبار ونقل إلى أنه لم يكذب لا في لم يكذب في صغره ولا كبره من اصدق الناس بوها سند بغلاط بن الدين وتابع الجليل قال حول تابع قال حدثنا رجل من بني عامر من بني عامر النوت تبيي جاله الصحابه ندم لها هذه انه استاذن على النبي والنبي اذا ويدسيب النوشه انك بني عامر الصحابه وهو في بيت اسوء قول نبي كتشرو فقال وحول أأليجو نبي اللهم صوغلا الولوج الدخول وي أأليجو مصوغلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول لخادم انك هو اديق يا غعير يا لجوغا و هو كيري اخرج الى هذا ابح نينكا الج كهي او صلانت الج معيتا هد هد سومالدا وي هد هد معيتا كيري اوف كله هد هد بكله بها هد يا كوشك هد هد كتب حقيقه تعالى كتاب كي قري هد هد اشقول حماد ملك لك كنت نبي حوري اخرج الى هذا نين كان ابح الجدو كهيا فعلمه الاستئذان بر سيد الله اذا قاتو يقريها اسلام كما كلا تقول اذا كلو وديشت بر فقل له حات كتش هذا قل له السلام عليكم ادخل له سلام تهور مري كدي من مسوق على ده نينكي نين حريف واي نبي عن انت سيبو مقلي فسمعه الرجل نينكي ربنا عامر ايا انو تبيني يعني لو شيء يقول صدي فسمعه الرجل كي باب مقلي فقال وحول السلام عليكم ادخلوا ساندوشي نها اتيم صوغلا فاذن له النبي نبي اذا سيو صوغل فدخل واقع رابط باسناد صحيح حديث كي حديث كي من شعبك يا ميلا بضم بكي مد باشرو لا تاذنوا لمن لم يبدا بالسلام البان انا بكون صحيح جامع صغير كا هاو اذ من نينك ان سلانت كب باللابن ومساله فقهيه وحال سلانت استنك هريني تقديم السلام على الاستئذان ميا صحن مثل تقديم الاستئذان على السلام با صحن سلانت اذا ويديسو كي هريا سلانت هريس السلام عليكم waa maxay nabad baan wadaa wey dhibma wade ma idiin imaadaa musoo galaa musoo galaa dad ka bilowdo dareen baan ugu bilaabanayo ma weerar baa muxuu ahaa ma bastoladu hoosta ku wataa balaayo qabo hawlo badan baa jira laa ta'danuu liman lam yabda bisalaam ninkan salaanta ku bilaabin intuusan idan weydiisan looba idmi mahayo hadduu yidhaahdo musoo galaa asalaamu calaykum waan iska musayna شان اسكعب بينا لو بحماي ورمي لها شان ورك توسي وان لنا ورد نقوم مالين كلا صون نقوم إذب صوية لو لو فصيح ما يقوري وينو سلام تقوب باللابو حديث تقار كود وضعف كجرو حتى لله لما يا كتمت من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ننك ور باللابية هذا المسوق قال يسأل لي هاي محل لقب بريء ضل ضلا كدي من السلام عليكم هذا شو بالورد ما هي حتى السلام تلقى قادم هاي هو شو إيش بدي شو ولا عقابة ولا جناحية ولا فين قرينة إلى إذا بيش محل قربا سلام تين هور مري معنوه سيدا سوي عن كلدة ابن الحنبل رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحيري اتيت النبي نبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه واوصوك علي ولم اصلي من سلام بول مركز وصول اسلامي هولها ما يقال
فقال النبي وحول ارجع النقو دبوا النقو فقل وحات صوتنا هل كانت سو استاكتو السلام عليكم ادخل صوت وين لبرو مصوق قال رواه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن صحابي قال مركا حديث قصدر بولهاي صحابي الصفا من اميه الاورنجري بيسكو يا ايين وذات كان كل دا ننكير نواها سوان أمية مركو أسود بالراشين يعانو النبي قوّد بالعانها قيمها بدن الراشين كان يهيلب كان أجي النبي جاي خضار قوّد سعود كل سعودي وأسوق على أبتي وذا أسوق انقلم بأسوق سلام بمسوق على نوحور وحاط ضل النقو مع الراشين كذا مع الهدية ده حق تك السوها به مركو السوها بيا سلام تلقى قاد والهدية تلقى قاد هول سلام مركم ما waxa ku jira jaahilka marka wax la baray in tartiib waxba anaba macnaayn wuxuu irji faqul assalaamu calaykum adkhulu war maxaad leedahay dhagaha laga raaco aad loogu qeyliyo ma aha waxa leeyahay noqo noqodas ma hada waxba lagu baray ma dhiba jiro noqon ma ilaah dal ma aha noqo somal dhagaadiga waa taqaan war dhaqan ma inay waanu nimide maxaad leedahay ka bilaabay dood hadalka uu wadaaba ayaa ka badan bay intii laga rabay waxa kale ku jira marar qaar kood markaad wax cadeynaysa sharxayso in fal wax lagu cadeeyaa ka qiyaab badan in weerd lagu cadeeyo nabigu intuu soo geliyo yuu dhihi yuu bari karay saa isa dhila gacuur noqo falba lagu baray dib u noqo amar qaado xagga tag sool halka istaag salaan soo tuur idan weydiiso kadibba hawsha lagu fasaxaya laanno fal ahaan wixii lagugu sameeyo lagugu canaanta weligaa iloobi mays irjic fasalli fa inaka lam tusalli nabigu waxa ku filad inuu erey yar ugu sharxo caali horta aad hal kululay dib dambe lama iloobahayo taas soo tiista igu dhigtay maan baa taagna waliga marka sunnada inaan ka fakanin baa la rabaa aadaabtaas ayaa laga rabaa ruuxa mustaadinka ee ummada salaamaya باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله أنا ونحوه ونحوها بأني إدغان ونحوه بصحة نصدق أركونا القريان وحبابي هاي إلا عد أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت السنة وحاوي ننك قري يميد قوب إذن أمد ويديستي إلا إيه إلا يا تواكم إلا من أنت إلا أن يقول إنه فلان هبل وي وحسن وعبد الله وعلي وإنه إلا عبد الرحمن وي فيسمي نفسه نفتي سبكم عابيا بما يعرف به حلوية قانا ما حلوية قانا غير كان أي كوية قانا تصوب وقطي أياد نفترض كوقي حيسا ومن اسم مقعة أو كنية نانيسة يا وكراهة قوله إن لكوضان لأقل إن أترى هذا أنا أنا قوي أنا أنا قم حياتي وكما نقول أنا قوي أنا قوي هذه يا ونحوه يوحي الله المعنى وأنك أتقرنيسيه واتقارنا يسكفر الباب ما سعونيس نقل قرنا يسوي وذاتك وذاتك نقل وذات بتشوكت صاحب كاو بقول با صاحب ضيع والنحوي أريدا أن روحي قيحة إن الله ما بهن وكما وهب الهبل وأنا تشكت وبحور ضد كان يكون قرنا يا ومجع أما لقب أما كون يا لكن أنا الله ما أقول أيضا كرهه عن أنس رضي الله تعالى عنه في حديثه المشهور في الإسراء حديث كأنس الديراء يقول صاحب صنع الإسراء والمعراج قال وحور أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يحور ثم سعد به جبريل إلى السماء الدنيا جبريل بقى إلى كوري سمضا صوكي إركن صوكي فاستفتح إغفر أبو يلي فقيل وحلقوا من هذا وكما أحد الباب كقراع عيه دون أن نكفره قال وحور جبريل نبي ملك جبريل وهي قيل وحال ومعك يا كلتشرة قال محمد إذن جبريل مكو إذن كويديست إلي إيه واكوما وحروا جبريل وملك من الملائكة أضيني مدهين محروا جبريل يا كلا سعودة نبي بركة سنة محروا محمد جبريل أو معصومة قابك أور بحيي إذن كأود البضي هدي لو إذن مقعي سؤود جوابي يعني محمد سوقري وقرري لابد بحجوي لابد هو لابد فلو لحجي سنة ثم سعد إلى السماء الثانية عرك اللباد بأكوري فاستفتح فرد بعض صدي فقيل وحالي من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد والثالثة والرابعة وسائرهن سمادي صدحات بصدايا التي أفراد بي التي شنات إلعان إنت وسائرن أي بقيتهن إنت كلوي كلي
ويقال وحان الأورري في كل سماء عر والبمرك يتقان جبريل النبي أيو سر تقان من هذا فيقول جبريل متفقون عليه سداسة ورقن أنبياء ورقن ملائكة نبي ونواق وصدي وأني أمرك يجي جابر وينو قاري دوناي سداسة الذين كرباوي وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال خرجت ليلة من الليالي هبين هبينها كمدام بحي فإذا رسول الله ومن نبي محمد يمشي وحده كريق اللغين يهبين نمو ما هبين عضاء فجعلت وحان قد قال امشي انا كل غين ينقص عون يونس كل ليلنا في ذل القمر ضيح هوسكي سوا جيده وجيدا جيده مكو ضيح كو دعاه هوس بيان لين سيده قرخدو كلي هوس كان كو دومان ايابو سوس النبي يار النبي كلي بو لوغين ايا marka wuxuu dareemay in nabigu rabo in caawa kaliigu iska socdo oo wehel iyo ahad daba istaaga iyo uusan u baahnayn in hawshaas laga qaso marka nabigu ka dhumanaya wuxuuna rabaa inuu nabiga waardiyo ka warqabo xaalkiisa xaqna qorshii nabigu san ka qasin waa aqli bulayni nabiga inuu ilaaliyo hawshii nabiga uu san dhantaalin falsafata nabiga miicsaday oo hareertiisii buu dayay faraani nabigu indhuhu ila helay waa arkay faqala xuran man hada waa kuma ruuxaan geedaha iyo hooska isku qarinaya faqultu abu dhar idan وأبو ذر سداسة لقارب من هذا قري آتبت وألباب حريها أون لقو أركينين تنا كدرانوي نمو نبقو اتشيدو يويل واكوبا هوسكي سينا أركو إيو ماشوس كل ليلة لي محكو جاوي صحابيكي وأبو ذر كن يدي سبسكو تعريفي وعانا إذن إبهام كي ماشو واكسار متفق عليه وعانو مهاني رضي الله تعالى عنها قال أتيت النبي نبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل أسوء قبيسين وفاطمة بنت محمد تستر وإكو أستر يصب ثم حالي نصوم الرأي فتح مكة سنة كسيوي فقال وحور نبي من هذه واطمة فقال وحيتنا أنا أم هاني نبي الله أنا أم هاني بان أهي كن يدي ذي اللوية قال نبي اسكو قيح ذي متفق عليه نبي واقر رواء قلاضي وشا يلا وعن جابر رضي الله تعالى عنه اذا انت وا مخاي روحي مغعي لو يقاني انو اسكو شيغو و هو ادلي شدي جبريل يا محمد ان كنيد ايو نانيس اسكو تعريفين كرتن ابو ذر يم هو ادلي شدي ام هاني ما قو دمن ان لو كراسو لو كودو وكرهتي قوله انا ونحوه و هي الله الملوات قال حر جابر اتيت النبي نبي قال صلى الله عليه وسلم فدققت الباب على الباب كبان كويون قراعي فقال نبي حرم من هذا واكون روح على الباب كقراعي كويني فقلت انا انا وانيغا فقال نبي حرم انا انا وانيغا وانيغا محيط انا محي فائدي ايشك واني محال لغا فائدي واهب اهل بلبا لغا ربا كانه كره النبي انه هوشا دب صديبا اي مقتب قرائن الاحوال وي صحابي ودريميا ما كونت النبي قد دبسدي مس انا ودبسدي سيبو كفهم عل عيدنت النبي وعل علي واركا انا انا ما حد كوني زاي غرو ما حد غرع منا ما دين وحو يري انا انا محيت روايه متفق عليه روايه المحيي كانه كره ذلك ارنكاس انا انا النبي كوس ما هي ما روحو كردس ودن وريريسو روح انه وي عداد هدان ربنا ان الباب كفر هدان كلا اسك نقو دهان دونهي دد اني اي سو اجتاغتو دانو ما حيس مسعونيس باب استحباب تشميت العاطس اذا حمد الله تعالى وكراهه التسميه اذا لم يحمد الله تعالى وبيان اداب التشميت والعطاس والتثاؤب حبابي هاي ان سنته ان لو دعي روحي هندسودا تشميت وروح لو امان اما لو دعيه خير با لي ازل كيس استحباب تشميت العاطس روح الدسودين خير لو دعيه اذا حمد الله تعالى ذو ربكم ما هذه الحمد لله يداه وكراهه تسميته عفوا وكراهه تشميته ان لو دعيه ان اي كراهه لو اوغلين اذا لم يحمد الله تعالى ربكم ما هذين وهن دسودي الحمد لله مدين لو دعين ما لما اوغلو ممنوع هدي لكن هو هند الصوت الحمد لله إذا إن لو دعي وواجب سيدا ظاهر النصوص تكم موقتة وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب إن العدية آداب تي أنشح لقربه روح هند الصوت هي الروح الدعينية هي هم همسي هراقوتك أخلاق ذا لقاد دوني
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاسة إلهي هندسدو واجعل ياهي وإلهي هندسدو واجعل ياهي وحال قوضا عند بعضها العلم سبب كي يثمر ذبا سبب كي واجعل ياهي وهندسدو وحاكتي ما دامس كحفيو جد فضوط راشين أن اسكد دلين مسكح فيو وعافمات قبته كيت فضوط أن عليه السارين فرفرعون النشاط له صلاة كفي عن عافمات قبه إن الله يحب العطاسة هند سلا واجع عليه وحوج عليه هاي نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام وأنا قصوا شجني مركي أهرس النفط اللي هو أبو ري مش أهرس الروح ذو شيء سنب عراركي إن الله يأهيت روح ذي مركي هل كان بكق شيء بس معركة إمارة سينينا فقوزي يهند صوتي وعافمات تام أوي روح ولا بروح وكعافمات بدن ياي وكهند سب بدن ياي يا كهند سلمي ده هذا وأنا هرقب قبل الشبابين هاي فإنما أنت مزكوم وي هند سلوا الله كلا يقاننا والله أذو مير قبل هرقب كهين ما لقى هين بعد بعض صوت ورزاء ذكر حسن أم عن سنة صوت ملوع العليابة تكلا حنون كاما وعنو قال لي إذا رها الله ينزي قوش إيو مرضى بكاه الله ينزمه نبي آدم باهن الصوت الحمد لله بيجيري مركاسا الكاسة كبل الله بطي أدون نبي أياهن الصوت بالله بي إلهينا كحمدي إلهي مرك واجعلي بداية يا أسباب تكينا برب واجعلي هاي مركز هندي صوت رب واجعلي هو إلهي بعد كم هذا نسأل الحمد لله بعد لي هاي على بركة بداية والنهاية يا نحظة برتمها بواي بركة سنتها ويكره رب واكه هذا أتطا أبهم همسي أما هلاقوتك معك وضع هذا همانسي إيهم همسي إيه هلاقوت همانسي يهم همسي واللهجتان الصومالية تاني بس فانت بغير الداي وارزكم مت هلا قونا ولا فورك لي إلهي ونعون نعبي هاي صوب كي هذا هورنا وإلهي ونعبي هاي وام حي كد عروس ونعاف ما درقبا أو برشين سكب حيي وأسكر دم بدقاق كلا وحد ليس أبو كي مادا طعام على الطعام على شباب بكيلان مسكح ذي باب بحذو ونفسن لا مرين نادي النفط قدام باحران تبوين قدام بهيك اه مركب ما تروح حكوا وان الهمام سبت كوا وان افكم بذكر التاج ذي ابي صوص سجارة الله قضي مدة الدم نهاية الدم بنا شيطان كان بكفى ايديس وكو قوس لي وارري ماد بكات شيدي انت تراكين اي سنه افكم بقيل عروش ونحفر يسريا قدوم التقايا وافى بالكم مرك فاذا عطس احدكم مسكين هطوح عند الصوت وحمد الله تعالى إلهنا كم هذه كان حقا على كل مسلم مسلم كستوحى دوشي سصارا سمعه أدون كان مقلي إنو هندو صوض إلهنا كم هذا شيء أن يقول له إنو أجل هذا أقود عي أدون كندو صوض يرحمك الله إله يكون عريستو وأما التثاؤب هم أمسك صوماها فإنما هو من الشيطان شيطان بكاء هذا صابك كينا إيه مركض ضنبابا شيطان بكفى إذا استوى فإذا تثأب أحدكم متكين هدو في الدسو عفوا هلا قوضو أما همان سدو فليرده همان سيك هاي سكع لي ما استطاع أن تؤوده قال الوارق دين همان سيك أن أفغي كالتاقة هنا الضنك ما إلها هند السدانة حتى أسوه كلفر يدون سن مقل ميسد اعبوا لي واسكع لنا هي كليها دلاعة كدب من السوري بكل محا سوريا وبلوب باني أوشاني ما أنت أفقه توسدي يحاسك كلا وضنا سوري كدي ماي وهو لا شيء ذا يقول رب شيء دمك أقدام هيا فإذا تثاب أحدكم متكين هدوها من زدو فليرده همانسك هعلي ما استطاع أنت أودها يسكع لي أفقه سكو قبتك عن أفقه أزارو يبارك شيء ذا كافا إذا يزني فإن أحدكم هنا سول الله تركيد من لا أسطرو أفقه لو قبت مرض وقع عن أفقه لصار ولا دونها يسان وحكى صوت دول مسلمين تقولي بنا ما الله بسنين لكن إن أيضا من لقبره وكليه كد اللعان ممنوع ويتايدو هذا الآن أسبوع عليسو حقا ذنب وحكي من كرا ما يفهم دي وهي معوز الأذكار لا ينكرتها
فإن أحدكم مدكين إذا تتأبى مركو همان سدو ضحك منه الشيطان شيطان بقو قصدي انت كفتو شيطان كان بقو قصدي وكان ماذا يسمى رواه البخاري رواية مسلم بعد يسير فليكذم هقري ما استطاع انت أوضا فإن الشيطان يدخل همان سيقوال لعليا قعنت أفكر لقول عليا لبدا قلبا لسكو قبطا مرا لقو قبطا ولا شيطان قال لسكن نارا ولا لدك اللما مدى إذن مرك حديث كقصة أبسان روحي هند الصودة إي إلهي مهدية إن لو دعوية جماعة من أهل الحديث إيا ظاهرية وحدا وواجب إن لو دعوية هدو حمديه واجبوي جمهورته وحيدا وصنه كالسلامي تحييدي سلامة اللهم التهيئة واجب معه حديث كواحي كسر فيهن ما هينه وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا عطس أحدكم متكين هدوه عند صدف فليقول الحمد لله الله أدام مهتن عافمات يوناق الله أدام يوافتي وليقول له أخوه ولك يسمق له كويدا هذا أو صاحب أمان صاحبك الله فردية يرحمك الله إله يكون حريستو فإذا قال له يرحمك الله هدي ولك وكيد هذا أضوه عند الصودي يرحمك الله وكيد هذا فليقول أصغنا كل جوابها إلى ذا يهديكم الله إلى هاكو هنونيو هيدا هنونيو ويصلح ها هاكاتيو بالكم حال كني أرمه إني أمورين البال هو الشأن والحال حال الدين أمورين الله يدين دورو يدين هاكاتيو الله هيدا هنونيو هيدا هذا رواه البخاري وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم متكين هدوهن لصوده فحمد الله إله أم هذيه فشمته أدعية يرحمك الله رها أدعية كان حقا على كل مسلم سمع وطومرتين أمر كان عدنا هذا واضح إنسان ظاهرية جماعة من حديث بدل الشداء إن دعين تزعي واجبتها فإن لم يحمد الله رب هذا صنكم هذين والحمد لله وله وايو فلا تشمتوها أدعيننا والنهي لو دعين ما إلهي بها المامي أصنع والله المامي قال له هذين واي أصنع لو دعين ما هي والجزاء من جنس العمل رواه مسلم باوري هذه لكن هذا حسوس السوء وقبنه الإمام الأوزاعي نك فقيها عالم كان محدثكها فقهاء الشام إمام أهل الشام وأهل السيرة والمغازي إنك عجيب كأها يا مال إن أكتيس فدي واهند الصالح الحمد لله بوده واي واقي استاغي السلام عليكم بول وعليكم السلام مركات هند الصوت محاط هذا بولي كات هند الصوت كات هند الصوت هند الصوت محاط هذا الحمد لله يرحمك الله بول بس كتب يا مرك فقيه أبو الفرس مركا هندي صدوحان دهابور هي. الحمد لله الحمد لله يبقى أبو زعي وحقوق أبطي هندي سديسي وسطن وحق الرعي يرحمك الله ها شيخ وان اللي أبي ميان شو الحمد لله ما دينا أصبح حقوق ويسكي ذاتك انت أم من كار ربيب ورا الحمد لله ده حقوق ويرقل في سنين موقت سمالي قالوا بك حناقي الحمد لله محقاق لهندي صديد ورد داني شقي ولو كله إن الدم بكلام الجلسة لقيها وصلنا ذي بوصل كتاجو هل سوي؟ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال عطس رجلان لبن باهن الصودي وعامل بن طفيل إيوه ويلو أديرو يهي أهاي عامل بن طفيل وأقاس رواية حدك أولى هاي نيم حق تيسا وحكون الصودي شريف ووضيع نين رويال فام بلو سنكتاجة إيوه بمعنى نين لتشعلي وضي وقاس إيو نين إسكا شعب قد حاء عند النبي تيسا كوين دي سويدي وعامل طفيل يأولو هذه رؤية هيبا الله الشيقاي فشمت أحدهما متكوتب النبي أدعيي ولم يشمت الآخر كي كان النبي أموس دعين فقال الذي لم يشمته متكون النبي أدعين بوحوجي نبي الله عطس فلان هب البهند الصودي فشمته ودد عيسو يرحمك الله باتري وعطست أنا وان هند الصودي نك أنا كقيم فضم أنا وقاس كله فلم تشمتني إيمانا دعينا زو حجرا محون نك يقف في عيني هاي فقال نبي حول هذا حمد الله مثل إلهي بكم هذه مكون هند الصودي وإنك أذقنا لم تحمد الله إلهي ما ذنكم هذه
متفق عليه ninka in dhisooday in rabbi kuma hadeenin aamirun dhufeel ka weyn ugaaska buu aha ninka ma ilaahi ma hadshe murku in dhisooday wiilkii yaraa adeerka loo aha buu aha in magac lahay muttafaqun alayh idan sidaas weeye waxba dadka laga nagama xigtiide laakiin ninkana aadaabti iyo akhlaaqda islaamku la yimid marka ilaahi in dhisoodno akhlaaq ahayd adiguna waad haftay muttafaqun alayh وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس نبي هدوه اندسود وضع يده غنت شرفت الوسار كو قبن جري او ثوبه اما مرديسا على فيه افكس كو قبن جري مرض وقع افكسار جري اما غنت سدا دي جري وخفض وان هوس دي جري او غض اما وحوكو غابن جري بها غنت صوته دوقيس اما بها مرض صوته دوقه in aad loo dhawaaqo umada la sasiyo qoliyaha dadka ku hindisooda telefoonka ka dhacaya kaliya waad isku naxaysaa aad buu dhawaaqayaa in la iscaburo cic la yidhaahdo kaliya la iscadeyn lama ogolo in si dameerka loo dhawaaqan la dooni maayo hindhis caada la rabaa wa khayrul umuuri awsatuha shaka raawi raawi ku shaki inuu nabigu yidhi inuu saxaabigu yidhi khafada iyo ghadda ku shakiyey غض وادمت خفضنا هوس دغيت واس كو معنى رو دا والترمذي وقال حديث حسن اداب تسال قربا قعنت افك صار اما مراكو قبسو عدك هوس او غابي لا اد هو قيلين نقص كان اسكو دجنين سومالي مركن لا دا واقين سد واو شروط ده كم تايب قاق ليدادو هندسو ليدادو مبل اترا محمدش كدعى فاولهودي وقال حديث حسن صحيح الترمذي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال كان اليهود يهود وحي اهايين وشياطين لا صعود هاوشين ودن لا صعود لكن حق ديد كان اليهود يهود وحي تعاطى صورك وهندس اسكر هذه هاي سنك سحر اسكر قلن هيا اما سنك قشين هيا هندسو يتكلفون العطاسة ويسكو كلفة هنا اسكر كينا عند الرسول رسولك الى اكتيسي يرجون يقول قود رين يرجين يا أن يقول اللهم نبي يقول كويدا هذا يرحمكم الله الله إذن حارس نصير ربه وأجي نبي يقول النبي وأجي رسول حقي وأجي كور قبا دعاء نبي يقول دعاء الله أقبل وأجي لكن مرة بان إني إن إني رميان مدونا هيا حاس إني ما درتت حاسد من عند أنفسهم وربينهم وحبك جرين بي يشيك جرين وحان waxay dhaneen hadaan raacno rumayno nubuwadii risaalada waxay ka go'aysaa abtirkii ku socotay min nabi illahi ishaaq iyo yaquub reebanu isa rusul shaan baa laga soo diri jiray haddii hadda nabigan carabid aanu raacno rumayno nasligii iyo duriyadii ambiyada waa go'aysaydaan waa war ay igu wataa waxay ku leeyahay waxaan rajo qabnaa nabi kale reer banu israa'iil in la soo diro say u sugayaan dajjal bay raacaya bentas say u sugayaan nabi lagu sheegay wadaan ee balaayada waa dajjal cawar bay raaci doonaan dadka ugu horeeya raacaya daba rukisi doona waa yahuud yahuud asbahan yahuud ad iran isku urursatay ee rafidada iyo tan cajeed dhex joogta kuwaas ugu hor raaci doona fayaqul نبي حدي جي يرحمك الله ما ورني يهديكم الله الله إذا هنونيو حق حق ديد باتين حق بعد ضفيرة سيدوك وقرن هاي الله إذا هنونيو يدك رزق هنون هداية نبي قال لواته هداية توفيق وإلهام وي قلبي إن إله هنون حق اليوي لكن إن حق أن كنت أغنى أو المسلمين تحقين وكتابك منزل من عند رب العالمين أويها وأكتهين لكن كسب الضفيرة يسار معاني دين باتين قلبي إن لكن هنون ألم باقلين كرا ويصدح بالكم حال كيني يكفي إنني عناد كان إلهي هاقا تشيو ساسو أورنشري يرحمك الله ما أورني وطن كو شيغان كو أوري قال كو هدو سلام سحن كو سلام إنا استغنى عليكم وعليكم إيوه وعليكم السلام وي إنت دموا الله رينا حالا قال نحرس لهم أقلو ليه ميسيد waakiin nolaba loo diidan yahay mid gaalnimo ku dhintay oo la og yahay oo muslim kala gaabiyey
سيدي ملا الزناوي كورما قولي وقالين جيجيجا قران كوساري مره واخري كورما قولي وقالين بانكوري لا سعاد وقالين باقالا كومادين ان هوشا اغاشنتي بانكا الله اون اسلا نقان اسلا قرانكي قيمه مقشي وذا لويير إلي كاري ملزنا وأخريا ختم القرآن هدينا ثواب ما قرأناه إلى ملح سكشب حرف حرف قرسي حركة حركة حريق النار تكاد ديري دعادي زوري أو قرم إزا نمان كي با تشوغا نسلي تشوغا هل كاسي باشو قادي قولي ريم مصر باب شروط محيدة مفتي لنا إصلاح يا أخوان أذكوا قرلا ومعجيري إلهي كأبا المري هون حريسور بفضل ما قدم للبشرية وهل قدم للبشرية إلا الكفر والخذلان والطغيان نوقت هذه هذي ما ضحوا كاه الله وحقيل لآدي علماء الدينات يما ضحوا يضم بعضي كافون دوبان إن يرون بإلهي بدبادين تضير باك بدبادي آفلاس اسكا إلالية قال هدون نولي هاي هدون موتين هاي يرحمك الله لما ديه كرتا مركو نولي هاي بابا وحقول غلوغة كراون قال لما كابت بادين كراي أصغى وردنتود أكتا إنو قال لما كردن توحيد كالسيقاي هدات إلى الله أنا حريص فقد كفرت بالله العظيم نينكا أصغى قال الله أنا حريص تيري قال لما كردن تيكي كشكي إنو قال هاي بابا قال عشاء انت اللي قال ما واحد يقول كذا وطن حقنا يسوى أول دينات ودين المسلمين ودين محمد وصحبه ورقم كمسلمين توا ودس وشرين التاريخ لا يقانوي نك أسوق الدين كلا ربع هاي سكت تقوم يش دون هذا لكن الله كم حابسني الدين إسلام قال هذا ما يلخو تشوق تشوقين كوره مدير وارد مغلا يجون الدبتة قال ميت ميلا كبختي وبلا يدل دل هاي بشو قاعدين بس ما من رمضان بي آفد وقصف فقط يا ريان مصر بس أمبا يا سيولو مي أهيد بورون كنا ملقا لا يقول سيولو بيسي والله قاده يا بابا قابا نما نقدرنا واكوان ورعا داضي هاوشا اسكا الهي قصل معها بدار السبغي وكوكا شا صومالي اسكا الهي قال انا دح جوكتان يكو يربي قلبيت قال لما قل انتي الله هون حريستو يا الله ودن بدافع اسكا الهي ولو قالوا بيا ودر سعود با وحلق اللغة فقد كفروا وخرجوا من الاسلام بالقطع واليقين مسلمين معها سلفية النهاي سلفية ذو براء منهم هذي علوم مسلميين فعلى الإسلام سلام كو هذي علوم مسلميين فعلى الإسلام سلام وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم متكين هدوها لا قوضة أما همان سدو فليمسك بيده قعنت ذاكو قبطو على فيه أفكي ساسار دبنه سقعنت ساسار فإن الشيطان شيطانك يدخل واجلي ونكو قسلي رواه مسلم يدخل مع التثاؤب رواية أحمد وي يدخل مع التثاؤب أبو داود هم همسي هالي لا يبارك وطلق كل يسير الدقسيق وبلايه رواية كلاوة عند حديث أبي هريرة عند ابن ماجه إنه كم مري وحكوي ميت فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه قعنت أفك السارة ما كده على قوتنا مهما سنة يسار سيدي هذا واقينا سيدي أيجي قاق هدينا ولا يع وروح يصير واق مكوا من سنة يقاق شيطان كو قسلها ياي والله سبحانه وتعالى أعلم.